السلام عليكم بنات، صباح الخير. دايرين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غاديين لواحد البلاصه، يعني هي من نواحي ديال مراكش، سميتها عين تردوين، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. خليكم معايا. صافي هذه الخرجه، حنا خرجنا من مراكش، طرقنا العين تردوين، يعني صافي هكا خرجنا من مراكش. انا غادي نركن شي حاجه ان شاء الله صوره، تشوفوا معايا من الطريق من مراكش لعين تردوين. سامي
عايشين في وسط جبال. منظر زوين زوين هنا يا أمي مروة. في الجبال وبعيد على خارج على مراكش تقريبا شي 90 كيلومتر هكاك، ولكن اللي جا لمراكش يجي يشوف على شنا لانها زوينه ويستفد منها من ناحيه الطبيعه ومن ناحيه الشفاء يعني التداوي.
ساكن في وسط الجبال، بني ديرون في وسط الجبال. احنا وصلنا جماعة تغدين
حنا وصلنا نزلنا هاد البلاصه ما يمكنش توصلنا كاع الطوموبيل نزلنا باش نتمشاو. شوف حنا داير علينا الجبل وصلنا مع العشرة مع ال شحال صار 11 قل قسمين. شو داير بينا الجبل يعني حنا جينا في وسط الجبل من مراكش لهنايا حنا جينا بشويه علينا وصلنا في ساعه ونص حنا جايين بشويه ولكن اللي كيجيو في الطاكسيات وهذا طونسبور هذا كيوصلوا تقريبا في ساعه يعني من هنا. شوفوا حنايا نزلنا لتحت شوفوا هنا كده نزلنا من الجبل باش نزلوا للجهة الأخرى. طبيعه مننا ندير لهم هنا الالعاب الوليدات اللي بغي يلعبوا هانتوما هنايا. شوفوا هذه ديال الماء برادة الماء وحاضرين فيها هاد روبيني و كيقولوا 40 درهم ماشي زعما شي حاجه. شي انواع الفخار كلها هنايا كلشي هنايا الفخار غرفات مجمرات. شو الشكل ديال البوطه بوطه البوطه الصغيره ديال على الطاجين ها ديكور زوينه زوينه هادشي هنا. الصينية والكويسات و... تاتي جوجو وي ايت دابا الطاكسي دي جو ثانية شردة صافي نرجعو. عايزة كيما يعمل طاكسي ندير